مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم سر جمالكم، ومعاكم الدكتورة رشا عبد اللطيف. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل امرأة سواء كانت سيدة أو بنوتة. هنتكلم النهاردة عن عالم الميك اب، وهو عالم كبير وكل يوم وفيه جديد. بس قبل ما هتكلم عن الميك اب، في موضوع مهم جدا حابة ان انا اسلط الضوء عليه. عاوزة اتكلم عن الزينة الداخلية للمرأة. حد هيقول لي ايه المصطلح ده؟ هو في حاجة اسمها زينة داخلية؟ احنا دايما متعودين على كلمة الميك اب والزينة الخارجية للمرأة. اه طبعا في الزينة الداخلية، وعلى فكرة دي اهم بكتير من الميك اب، وهي على الاقل مكملة للميك اب. الزينة الداخلية بتتلخص في الراحة النفسية، بتتلخص في الصفاء الذهني والتوازن النفسي للمرأة. الراحة النفسية مهمة جدا للمرأة قبل ما تعمل الميك اب. يجب انها تحصل على قدر كافي من السعادة او على الاقل من الراحة قبل ما تحط الميك اب. حد هيقول لي طيب في ظل الاعباء والضغوط النفسية اللي احنا بنمر بيها، هل دوت نقدر نحققه بسهولة؟ نقدر نحققه بسهولة، لان المرأة هي امك، هي اختك، هي مش تعتبر بس نصف المجتمع، يمكن هي كل المجتمع. ولو ما كانتش بتشعر بالراحة النفسية من جواها مش هتقدر تعطي السعادة للي حواليها. ويمكن علماء النفس حطوا مجموعة من القواعد ومجموعة من النصائح البسيطة يمكن أوضحها لحضراتكم، بتتلخص في بعض الحاجات اللي ممكن نقدر نحقق بيها الراحة النفسية والتوازن النفسي والزينة الداخلية للمرأة. المرأة لو ما قدرتش تشعر بجواها من السعادة، لو حطت يمكن عدد يا كم هائل من الميك اب على وجهها، او لو راحت لاشهر بيوتي سنتر على مستوى العالم، مش هتقدر تشعر باللوك الجميل اللي ممكن بتحلم بيه. في حين انها لو كانت مرتاحه نفسيا وعندها توازن نفسي وعندها راحه نفسيه وحطت مجرد رتوش او من غير ميك اب خالص، هتحس انها راضيه عن نفسها. مجموعه النصائح دي احنا ممكن نلخصها، اول حاجه ان المراه ما تجيش على نفسها ابدا لحساب غيرها. انا مش بدعو للانانيه او بدعو انها ما تضحيش، لا، كوني امرأة وكوني زوجة في بيتك وكوني أم وضحي، لكن ما يكونش على حساب نفسك. دايما خصصي لنفسك وقت ترتاحي فيه، اسمعي الموسيقى اللي انت بتحبيها، طبطبي على روحك، من الآخر دلعي نفسك. محدش هينفعك لو انت وقحتي. في نفس الوقت اعطي، انت رمز العطاء، لكن في نفس الوقت ما تنسيش نفسك وسط زحمة الحياة. كل الشوكولاتة اللي انت بتحبيها، كل الاكل اللي انت بتحبيه، ارقصي، غني، استمتعي بالحياه، طالما في حدود الدين وحدود القواعد الاجتماعيه اللي احنا اتربينا عليها وما بتعمليش حاجه غلط، استمتعي بحياتك. الحاجه الثانيه، العبي رياضه، الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. لو ما عندكيش امكانيه تروحي جيم، تقدري في البيت من خلال الانترنت واليوتيوب تعرفي كل التمرينات اللي انت تقدري تحافظي بيها على جسمك من غير اي مشاكل. اشربي كميات كبيرة جدا من المية ومن السوائل، ده بيفرق كتير في نضارة البشرة. كلي خضروات وفاكهة على قد ما تقدري، خاصة فيتامين سي، هيفرق كتير في نضارة وجهك. من الآخر استمتعي بالحياة وشعوري بالجمال، وكوني على قدر كبير من الثقة ومن الرضا، هيفرق معاك كتير. وفاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا تاني ليكم، ومعانا ومنورنا في الاستوديو شخصيات كميلة جدا على قدر كبير من الجمال، وطبعا معانا الأستاذة دنيا وهبة، مديرة بيوتي سنتر دنيا وهبة، ومعانا خبيرة التجميل الميك اب ارتست الأستاذة أسماء نور. أهلا بيكم. أهلا بيك يا دكتور. لفت نظري حاجة جديدة قوي يا أستاذة دنيا. أنا على طول بسمع إن الميك اب ارتست أو خبير التجميل هو اللي بيبادر وبيفتح هو بيوتي سنتر، لكن أول مرة أشوف سيدة عادية جدا زي القمر زي كده ما يكونش ليها نشاط في الميك اب ارتست وتغامر وتبادر وتفتح بيوتي سنتر. الفكرة جات لك إزاي واهتميتي بالموضوع إزاي؟ بص يا دكتور، أنا بحب الإدارة جدا. الإدارة هي أساس نجاح أي مشروع أيا كان هو إيه. فأنا قررت إن أنا أفتح مشروع ليا. تمام، انا مش شرط اكون ميك اب ارتست زي ما حضرتك قلتي، انا اداريه، تسويق، دعايه، تنظيم، كل حاجه في المكان انا بادرها بمزاجي، بادرها باسلوبي، فبالتالي بلاقيها ناجحه. زي ما حضرتك لسه قايله دلوقتي، لفتت نظرك، هي حاجه ملفته جدا لكل الناس. طيب يعني بس ما حسيتيش انها مغامره؟ يعني حاجه انت مش بتشتغلي فيها؟ طالما انا حباها فانا مش شايفاها مغامره، بالعكس بديها كل ما عندي من طاقه. اه،
طيب احنا معانا ايه النهارده؟ نقدر يعني اقول لنا معانا النهارده الموديل الجميله نور، ومعانا الميك اب ارتست بتاعت المكان عندي اسماء نور. انا معايا في المكان 2 ميك اب ارتست، معايا نودي علاء ومعايا اسماء نور. المكان عندي بيوتي سنتر متكامل، شعر، بشره، عنايه يعني. معايا اسماء خبيره تجميل، مش مجرد ميك اب ارتست عاديه في المكان. والنهارده ان شاء الله هنوريكم لوك لايف على الهوا من ايد اسماء نور على الموديل الجميله بتاعتنا نور. انا شايفه بسم الله ما شاء الله الفستان بتاعها تحفه. بيوتي سنتر اند ويدنج دنيا وهبه، يعني هو اتيليه وبيوتي سنتر، مش مجرد بيوتي سنتر بس. طيب قولي لنا بقى، بمناسبه ان احنا شايفين الفستان الجميل، ايه اخر موضه في فساتين الزفاف؟ الكوليكشنات ال 2020 ده من اخر كوليكشن وصل المكان عندي. ده ماتيريال وديزاين سوري مش مصري، تمام. عاملين كمان عروض هايله على الاسعار عندنا، يعني انا عامله باكج مثلا ميك اب ودريس، يعني عاملين عروض طبعا للعرايس. طب يا ريت طبعا هقول لحضرتك دلوقتي. طبعا انت حضرتك عندك علم باسعار الباكجات، تمام، واسعار الفساتين واصله لكام؟ اكيد طبعا. طبعا الاسعار بتوصل لانها خياليه جدا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انت متخيله برضو الدنيا برضو خياليه واسعاري انا خياليه اكتر. لا طب ده كويس، احنا بنشجع البنات يعني ان هم يلبسوا فساتين فرح شيك، هنفرحهم باسعار كويسه جدا زي كده. ودي عينه من الشغل عندنا، وبرضو لوك الميك اب هيطلع بماتيريال عالي جدا، مش حاجه مثلا انا فعلا انا شايفه الماتيريال حاجه فعلا كويسه جدا وتنفع للمحجبات، ما ينفعش بس طبعا. يعني انا شايفه تقفيله الفستان من غير ما نلبس بادي او اي حاجه نقدر ان احنا محجبه تلبسه. وهقول لحضرتك بقى عن السعر اللي عاملاه للباكج توتال، يعني دريس لوك ميك اب باكج انا مقفلاه 5000 جنيه الاثنين. طب حلو، دي اسعار زمان قوي جدا. انا فاكره من 7 سنين كنت بسمع الاسعار دي. شفتي فكويس قوي اللي انت شفتي ان الاداره فن. لا طبعا الاداره فن، وانت شكلك يا دنيا شاطره مش بس في الاداره، لا كمان شاطره في التسويق والدعايه، فدي حاجه كويسه. انا منظمه حفلات كمان يا دكتور على طب فكره. طب كويس، مسؤول الدعايه. طب حايل، ما هو واضح. طيب انا كنت بس بتكلم عن الروتين اللي المفروض تتبعه العروسه قبل ما تيجي في ليله زفافها. هل في روتين بتعمله قبلها بفتره ولا عادي بتجيلك كلهم ده؟ فاذن حضرتك ده مع استاذه اسماء. طيب احنا معانا بقى الميك اب ارتست استاذه اسماء، واكيد معاكي بقى كل المعلومات. طبعا انا هبدا بس اول حاجه نصيحه بس لكل العروسه جايه فرحها قرب، ما تعملش تنظيف البشره العميق ده غير قبلها مثلا باسبوعين، يعني لو عدى يعني اسبوع كمان قبل الفرح تحاول ما تعملوش، لان هو بعد التنظيف العميق المسام طبعا بتبقى مفتوحه كلها، فبتتعرض لاي حاجه، تراب، ميكروبات، اي حاجه فتطلع حبوب. بالظبط، فده بيأثر جدا، انها بتيجي قبلها بيوم او يومين عندها حبوب كتير جدا في وشها، بتعمل مشاكل جامده جدا. بس نظر الستات والبنات لحاجه مهمه جدا، دي اخطر حاجه بتعملها البنات، انها تروح تعمل تنظيف بشره او تعمل وبعدين برضو تعمل حمامات بخار لوشها. بالظبط، وفي ناس بتستخدم حاجه اوحش بكتير، ان بتستخدم الشمع والحاجات اللي زي كده في يوم الزفاف ذات نفسه او قبلها بيوم وقبليها بيوم. فدي صعبه يعني يا جماعه، يعني انت بتلهبي وشك جامد جدا وبتطلعي حبوب تاني. بنسمع حوادث كتيره جدا للعرايس، وطبعا مش هتقدر تتصرف. بالظبط، ده يوم فرحه عمرها. والاتهام بقى بيكون ايه؟ الميك اب ارتست خامتها مش حلوه. الخامات بتاعت الميك اب ارتست طلعت لي حبوب تاني يوم. طب نصيحه يعني لكل عروسه، نصيحه لكل عروسه مقبله على الزواج، يا ريت التنظيف العميق او الروتين العميق اللي احنا بنتبعه نعمله قبليها باسبوعين اقل، يعني ممكن شهر، ونحاول نبقى كل يوم في غسول معين لنوع بشرتنا، الكريم، السكراب مثلا، يعني حاجات بسيطه بقى اللي هي خلاص طلعنا الحاجات الوحشه جدا اللي هي مثلا روس سودا، طلعنا الروس البيضاء لو ما فيش، يعني في حاجات كتير هننضف بشرتنا ونفضل بغسول يومي بالكلام ده، حاجات خفيفه على الوش. مثلا اقول قبليها باسبوعين، اسبوعين لازم، يعني ومرطبات طبعا لبشرتها ده يوميا، ده اساسي دايما. ان ما كانش صبح وليل على الاقل مره في اليوم قبل ما تنامي، عشان تدي بشرتك انتي نايمه وهي نظيفه التغذيه اللي هي محتاجه، سواء كولاجين بقى لو حد سنه عدى 30 محتاجين لازم كولاجين، عشان يبدا البشره بعد ال 30 بتبطل تفرز الكولاجين زي ما كانت بتفرزه في العشرينات يعني. طيب لو جات لك عروسه بقى حاله طوارئ، وجات لك بشرتها ملتهبه وفيها حبوب او فيها مشاكل، بتقدري تتصرفي معاها؟ اولا قبل اي حاجه انا بقولها انا ميك اب ارتست مش ساحره، فانا هداري بس مش هخفي.
يعني انا بداري الحبوب الحمراء مثلا، احنا عندنا حاجات اسمها كوركتر في الميك اب. الكوركتر ده بتبقى درجات الوان، الاحمر اي حبايه حمراء بنحط لها الكونسيلر الاخضر مثلا. لو حد عنده شعيرات دمويه مثلا موف او حمراء او كده بنستخدم، لو حد عنده هالات سوداء بنستخدم اورنج. يعني في حاجات كوركترز كده بنستخدمها الالوان عشان نداري لو الحبايه غامقه بنحط برده اورنج. ف في حاجات كده بستخدمها عشان نبطل نبقى رمادي او نقلب. احنا النهارده معانا العروسه دي طبعا هتعملوا لها اللوك بتاع الزفاف عشان يا دوب نشتغل. تمام. نبدا بقى اول حاجه. انا محضره بس انا مش هقول طبعا منتجات ولا حاجه، بس هو زي تنظيف كده بسيط للوش بستخدمه علشان لما اجي استخدم الفرش او السفنجه او الحاجات زي كده ما يبقاش في بشرتها مثلا حبايه ولا حاجه وحد تاني يتعدي. طبعا احنا بننظف ونعقم وكل حاجه، بس برضو محتاجين انه ايه ننظف البشره، نشيل اي شوائب او تراب. والناس برضو بتهتم بوشها وبتنسى الرقبه، والرقبه دي من ضمن الوش يا جماعه على فكره. يمكن التجاعيد بتبان فيها قوي اكتر واسمرار وكل حاجه. فاحنا اهم حاجه برضو ان اي كريم بنحطه على وشنا نكمل الباقي على يعني الرقبه. يعني اي مرطب بنحطه على بشرتنا بيبقى هو ملهاش مرطب معين او ليها كريم بالزبط. معين بالظبط. اللي بيناسب كل بشره، يعني كل واحد لازم يبقى عارف نوع بشرته ايه، او نجيب الحاجات اللي هي الاول تايب اوف سكن لكل انواع البشره. اول حاجه احنا بنبدا طبعا بنستخدم كونسيلر عشان المسام، مفيش اي ميك اب يدخل المسام او حاجه. ده برايمر مثلا، برايمر شفاف جدا. يعني البرايمر ده مهم جدا طبعا. جدا. بنوزع على الحتت اللي بتبان فيها ايه المسام، اللي هي خصوصا منطقه التي زون. تمام. انا طبعا مرطبه البشره قبل التنظيف بفتره كده. بالنسبه للفاونديشن، هل الفاونديشن طبعا بيتختلف درجاته من عروسه لعروسه حسب درجه بشرتها؟ حلو قوي السؤال. طيب انت بتختاري بقى درجه الملائمه لبشره العروسه بتبقى بناء على ايه غير اللون بس؟ تمام. الناس كتير قوي البنات يعني بتروح تشتري فاونديشن درجه نمبر 1 في اي حاجه وخلاص. فده طبعا غلط. احنا لازم نعرف حاجه اسمها الاندرتون بتاعنا. الاندرتون ده اللي هي لون العروق بتاعتنا اللي هي من هنا، بتبقى خضراء او زرقاء. تمام. احنا طبعا كمصريين وكعرب معظم اللون بتاعنا بيبقى دايما قالب على اخضر. يعني انت دخلت نظر الحاجه جديده. دي حاجه. لون العرق لو اخضر نعمل ايه بقى؟ بنستخدم كل الفاونديشنز اللي عليها فيها يلو، يعني اصفر. الدرجات اورنج او يلو. الدرجات اللي هي بيج اصفر. مش تمام. البينك. البينك البنات بتجيب البينك بعد ساعة، نص ساعة والله ما بتكمل. نص ساعة بعد الميك اب بتلاقيها لونها رمادي. انا فعلا الاقي الفونديشن بتاعك قالب على يلو شوية، فدوت لازم يعني افضل بكتير، وخصوصا في الاضاءة او في مناسبة او كده. الناس اللي بتستخدم الروز ده غلط جدا، هي بتقلب فعلا رمادي. يعني الالوان دي بتاعت ناس اندرتون بتاعها العروق بتاعتها اللي هي الزرقاء، بتبقى الناس الاوروبيين او الناس البيض قوي. مش احنا البشرات الخمرية. وبعدين هنستخدم بقى كونسيلر عشان طبعا نور عندها شويه هالات. تمام. فبنستخدم كونسيلر الاورنج اللي قلت لك عليه. طبعا انا يعني ما يبقى بحط الهالات السوداء. يبقى احنا عشان برضو ندي نصيحه للعرايس او للبنات حتى اللي بيروحوا الجامعه او كده، بالنسبه للهالات السوداء اللي ينفعها الكونسيلر اللي قلب على اورنج شويه. في ناس عايزه اقول لك والله استخدمت كمان روجات حمراء. روج احمر. طب نحاول يا استاذه عشان وقت البرنامج اللي احنا نعمل اللوك بتاعنا في اسرع وقت. اسمي وضحي لهم اللوك ده اسمه ايه. هو انا كنت هبدا لوك سريع جدا اللي هو اللوك السموكي اللي الناس كلها بتحبه. اللوك السموكي ده طبعا ينفع للسهرات والمناسبات. بالظبط بالظبط. للعرايس وكده. وبعدين بس هي في نصيحه انه دايما لو حطينا ميك اب العين تقيل بنستخدم الروج دايما على اخف شويه.
ولو حطينا ميك اب العين خفيف بننتقل الروج براحتنا، بنحط الوان جريئه وقويه ومفيش اي مشكله. انما بيبقى كله قوي مع قوي كده بيبقى الموضوع شويه صعب. ده كونسيلر تاني بعد الاورنج عشان نداري بقى اللون. عاوزين بقى ندخل بقى على الروج والاي شادو. تمام، ده اسرع لوك يا دكتور، حضرتك هتشوفيه. هو انا المفروض كنا نعمل سريع. بسم الله ما شاء الله ومتمكنه، فده يعني حاجه تحسب لكم يعني. طبعا كده وزعنا خلاص الفاونديشن. افتحي بصي فوق، معلش يا نور عشان بعمل بسرعه فاستحملي الطبطبه دي. تمام، المفروض بقى نحط باودر دلوقتي تثبيت. بنستخدم باودر ترانسبير اللي هي الشفافه. نحاول ننجز يا استاذ عشان خاطر وقت البرنامج. انا عارفه والله. وظيفه اللوس باودر، اللوس باودر بنثبت بيها الفاونديشن والميك اب بتاعنا. في بقى تقنيه اسمها البيكنج اللي هي بنسيب. طيب اشكرك لغايه دلوقتي، يعني احنا وصلنا طبعا للوك جميل وسريع فعلا لعروستنا الجميله. وصلنا لنهايه برنامجنا، لكن طبعا كلامنا ما انتهاش عن جمال المراه. دعوه لكل امراه، ما تنسيش نفسك وسط زحام الحياه، خصصي لنفسك وقت، استمتعي بالحياه على قد ما تقدري، طبطبي على روحك، دلعي نفسك زي ما بيقولوا، عيشي حياتك، خدي نفس عميق، تاملي في الطبيعه. الدنيا جميله، وسر جمالكم ومعاكم الدكتوره رشا عبد اللطيف. انتظروني في حلقه جديده.